أهلا وسهلا بكم في قناة بيع القطط الصغيرة في بغداد. موضوعنا اليوم عن الإسهال، أسبابه وعلاجه وطرق الوقاية منه. تابع الفيديو للأخير وبدقة على مود تستفاد. رغم أن المرض علاجه بسيط، بس هو خطر على حياة القطط، لأن القطط اللي يستمر عندها الإسهال تتعرض للجفاف واحتمال يتلف الكبد أو الكلى، وهالشي كلش خطر واحتمال يسبب الوفاة. أول شي حنذكر الأسباب ونلخصها بنقاط، واتمنى تسجلوها يمكم على مود ما تنسوها. يلا بسم الله نبدي. اولا الاكل الغير صحي مثل الحليب والتونة، وعندنا فيديو كامل بخصوص الاكلات التي تسبب بموت قطتك. ثانيا الاستبرات يجي نتيجة نوم القطة على الكاشي، سواء بالصيف والتكييف مفتوح او بالشتاء واكيد الكاشي يكون بارد فتستبرد. وثالث شيء أغلب الناس من تغسل للقطط ما تشسور لها، وهذا الشيء كلش غلط ويسبب إسهال واستبراد. هسه خلصنا من الأسباب، ندخل على العلاج. وهو أفضل علاج للإسهال هو شراب من الصيدلية البشرية موجود اسمه دياكس. هذا الشراب هو مطهر معوي وبنفس الوقت موقف للإسهال، ويفضل ويا الشراب أكو شراب هم موجود بالصيدلية اسمه كابكت. طريقة استخدام العلاج والجرعة يكون كل 12 ساعة نص سي سي من كل شراب مع قطع الأكل لمدة 12 ساعة. طبعا مدة العلاج 5 أيام أو عند توقف الإسهال. تغذية القطة عند قطع الأكل ل 12 ساعة حيكون 3 سي سي من فوح التمن كل 4 ساعات للوقاية من الجفاف. وبعد ما تعدل 12 ساعة حنعطيها فوح تمن وياها بوتية سلك وياها دجاج مسلوق ومفلس. للوقاية من الإسهال ما نستغني عن الأكلات اللي تقبض البطن مثل البيض المسلوق والبوتية المسلوقة وفوح التمن. شكرا لمتابعة الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك، وانتظرونا فيديو جديد. مع السلامة.